ترى تعودنا على السمبوسة برقاق، المرة هذه بنسوي سمبوسة بالتورتيلا، بسميها سمبوسة كذابة. بقطعها كذا نصين وخليهم على جنب، وأبدأ وياكم الحين في الحشوة. الحشوة هذه اللي بسويها معكم الحين مرة لذيذة، احتفظوا فيها، تستخدمونها في السبرينج رول، للسمبوسة، للتورتيلا. بس عموما حطينا أول شيء البارميزان مع جبن كريمي، ونزلت عليها الجبن السايل، بعدين رشة بقدونس والزيتون أنواع، عندي زيتون حار وزيتون أخضر وزيتون أسود. واهم مكون عندنا اللي هو جبن موزاريلا من بريزيدن، هو اللي يعطيك المطه اللي دائما تشوفونها في الحشوات، خاصه البيتزا والفطاير. دائما تسالوني تغريد ايش نوعيه الجبن اللي تستخدمينها، يعني انا بالنسبه لي بريزيدن نمبر 1، يعطيك مطه حلوه وطعمه مره لذيذ، لانه اصلا هو طبيعي، يعني مصنوع 100% من حليب الابقار. بلف الخبز على شكل قمح واسكرم الاطراف في خلطة العجينة بالشكل، اهم شيء بس اركز على الزوايا عشان ما تنفتح مع القلي. بعدين بحشيها بخلطة الاجبان اللي سويتها واكثر موزاريلا، حطوا زيادة موزاريلا. بعدين نسكرها بالعجين.